الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا رب من شيء بعد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رفعت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مكانا عليا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا شيء معه، لا شيء قبله ولا شيء بعده. له العبادة وحده، العز منه سبحانه، فلا عزة إلا منه جل وعلا، ولا نصر إلا نصره، ولا قوة إلا منه، لا سلطان إلا سلطانه، ولا حكم إلا حكمه، ولا شريعة إلا شريعته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير والرحمة المهداة، صاحب الحوض المغروب والمقام المحمود، الشافع المشفع في أرض المحشر. يا ربنا صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم وأكرم على سيدنا محمدٍ عبدك ورسولك، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى سنته والتزم أوامره إلى يوم الدين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب العالمين، أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلنا يا الله؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، وعافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فرج يا ربنا الهم عن المهمومين، فرج الهم عن المهمومين، اللهم فرج الهم عن المستضعفين. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل بلد يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم إن هذه الأيام أيام عجاف وأعوام حزن، فرج الهم عنا وعن المهمومين يا رب العالمين، كما فرجت وسليت قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكرمته. فيا ربنا بكرامة سيدنا محمد ارفع الهم والغم والكرب العظيم عن المسلمين. اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا عز ولا نصر ولا قوة ولا فضل إلا بفضل الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا ربنا وفقنا أن نكون من عبادك المتقين. لقد سرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به ربنا جل وعلا إلى السماوات العلى. كان الحديث عن يونس عليه السلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى باستغفاره ورجوعه
وخضوعه وتذلله وتسبيحه لله تبارك وتعالى فرج عنه، وكذلك يجزي الله المتقين، وأرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون. تاب قومه بعد أن تركهم فتاب الله عليهم وأمدهم وأعطاهم وكرمهم. ومن سار أيها الأحبة مسلك الصالحين ومشى على خطى النبيين فرج الله عنه الكرب ورفعه مكانا عليا. نتحدث اليوم بمناسبة ذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه، فهذه السلسلة المباركة لا تتوقف ولكنها وقفة مع ذكرى إسراء ومعراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تمر هذه الذكرى العاصرة دون أن يكون لنا معها وقفات. إن هذه الذكرى في كل آية من آيات الله التي أراها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى وقفات طويلة، ولكنها إشارات أيها الأحبة. وكما تعلمنا أن سيرة النبيين عامة وسيرة سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دروس وعبر نستفيد منها. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. أخوك عيسى نادى ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في منك، في لا منك أو نعم. الله قسم بين الخلق أرزاقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن القلوب أيها الأحبة، وإن الجوارح، وإن الأبصار لأشد ظمأ إذا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن يرفعك الله تعالى منازل عالية في الجنة، وأن يكرمك الله بانشراح الصدر وبوضاءة الوجه، وأن يكرمك الله عز وجل بخفة وهمة في الجوارح، وأن يزيل عنك الهم والغم، فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه. محمد رحمة الرحمن نفحته، محمد كم حلا في اللفظ معناه. المصطفى المجتبى المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه. نور الوجود وواف بالعهود سنن، لولاه ما ادانت الأكوان لولاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إن هذه الرحلة المباركة أيها الأحبة، هذه المعجزة الخارقة لنواميس الكون، جاءت في ظروف حرجة كان فيها صلى الله عليه وسلم مطاردا من قومه. أحب الناس إليه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وافتها المنية، عمه أبو طالب، أقرب المقربين إليه أصحابه وأحبابه وإخوانه.
حتى سمي ذلك العام بعام الحزن لكثرة ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء فسمي عام الحزن. ولكن الله تبارك وتعالى كما عودنا جل وعلا من خلال سيرة النبيين أنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليرفعهم وليكرمهم وليعزهم وينصرهم. جاءت البشرى من الله تعالى عبر سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يا محمد إن أباك أهل الأرض أو أغلظوا عليك أو رفضوا دعوتك فإن أهل السماء ينتظرونك. لذلك لما علي النبي صلى الله عليه وسلم كان في استقباله ملائكة الرحمن تبارك وتعالى يهللون فرحين بمقدم سيدنا رسول الله. ونحن أيها الأحبة في عام بل أعوام من الحزن، فأمتنا من مشرقها إلى مغربها تعاني الألم والويلات والمحن، دماء تسيل، نساء ترمل، أطفال تيتم، رجال تشرد أو تستشهد. أمتنا تعيش أزمة. لأجل ذلك إذا أردنا أيها الأحبة أن ننظر إلى واقع المسلمين اليوم، إن الرابط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المسجد الحرام رمز الإسلام أعزه الله وحفظه من كل غدار وشيطان إنس وجن، والمسجد الأقصى رمز صحوة المسلمين ورمز غفلتهم، فهنا رمز الأمة والإسلام وهنا رمز الصحوة. وكما ترون المسجد الأقصى وما حوله كيف أن أحوال الأمة تشيب لها رؤوس الولدان. إن الرابط أيها الأحبة بين المسجدين دلالة على فضل المكانة وفضل المكان. ففضل المكانة مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في المسجد الحرام ثم إلى المسجد الأقصى، وهناك صلى في المسجد الأقصى في النبيين، وهذه دلالة على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام الشاملة العالمية، وأنه يختم بذلك الديانات كلها، وأن هذا الدين واحد أو يختم الرسالات كلها، وأن الدين واحد، فكل النبيين جاءوا بلا إله إلا الله، وأن النبيين إخوة، ولكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مفضل مكرم فهو سيدهم وإمامهم وإمام العالمين. هذه الرحلة المباركة أيها الأحبة كانت تكريما لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتسلية لقلبي ورفعا لهمتي ومعنوياتي لما سيأتي بعد ذلك من صعاب ومن مسؤوليات جسام. ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات وفي هذه الأيام الحرجة مع مقدم شهر شعبان أن يفرج الله الهم والغم عن المسلمين. لقد دعي ليكرم وفرضت الصلاة لتكرم أمته، دعي ليكرم وفرضت الصلاة في السماء لتكرم أمته، والصلاة منزلتها عالية أيها الأحبة، ومن فشل في اختبار الصلاة فشل في اختبارات العبادات غيرها، لأن الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. الصلاة أيها الأحبة ليست هذه الحركات التي نقيمها، ولكنها أركان وخضوع وخشوع وتذلل وترك للمحرمات وابتعاد عن الشبهات والشهوات. اسمعوا إلى هذا الحديث القدسي العظيم، وهو يدلنا على أهمية فضل الصلاة أيها الأحبة، وكيف أن الله تعالى يتقبل الصلاة. وكل واحد يضع هذا الحديث نصب عينيه
ولينظر هل هو بمستوى هذا الحديث أم أن صلاته تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. صلوا على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. التواضع وكف شهواته عن محارمي. وطبعا الآن تعرفون ارتفاع درجة الحرارة وكيف أن الحرمات انكشفت، وهذه دعوة إلى كل مسلم ومسلمة: غض البصر وحفظ النفس من التفلت وراء المعصية وكف شهواته عن محارمي. وطبعا كل واحدة هذه تحتاج إلى جلسة، ولكنها كما أشرت وقفات وإشارات. ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكث العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك يقول الله تبارك وتعالى لي. وعزتي وجلالي إن نور وجهه عندي لأضوأ من نور الشمس. لمن كانت هذه صفاته، أقام الصلاة على أكمل وجه، وسنرى ما هي أكمل، ما هو أكمل الوجه. على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعونني فألبيه ويسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. هكذا أيها الأحبة يتقبل الله عز وجل ممن هذه صفاته. فمن رأى في نفسه فليحمد الله تعالى، ومن رأى تقصيرا فليجتهد. الناس أيها الأحبة إما موصول وإما مقطوع، إما موصول بالله وإما مقطوع عن الله، إما شقي وإما سعيد. لأجل ذلك الصلاة ترفع العبد من حال إلى حال، فهي ذكر، وأقم الصلاة لذكري، وهي قرب، واسجد واقترب، وهي وعي، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهي عقل وتدبر، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، وهي عروج. الصلاة معراج المؤمن، فمن تكون فيه هذه أيها الأحبة الصفات ولن تكون إلا على معرفة بالله تبارك وتعالى، فإنك لا يمكن أن تصلي بمواصفات الخضوع والخشوع والتذلل والخوف والقرب إلى الله إذا لم تكن تعرف أنت بين يدي من تقف، فإنها لن تكون ذكرا، ولن تكون قربا ولا وعيا، ولن تكون عقلا ولا عروجا إذا لم تكن فيك صفة المعرفة لله. ويقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، فهي ميزان دقيق لمعرفتك بالله واستقامتك، وهي تغسل الخطايا وتغفر الذنوب، عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات، وقرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الصلاة فضلها عظيم أيها الأحبة. لأجل ذلك أول ما يحاسب العبد على صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله وما كان بعده أهون، وإذا فسدت تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن وفى. أما بعد أيها الأحبة في الله، هذه الرحلة المباركة أرى الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عجائب قدرته لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آيات تلو الآيات تلو الآيات، ولقد سمعنا عن هذه الآيات الشيء الكثير،
ما رأى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن مما نستفيد من هذه الرحلة المباركة بعض الدروس والعبر الذي نأخذها معنا أيها الأحبة. أول درس وأهم درس هي تعظيم وتعظيم الله تبارك وتعالى، وأن قدرة الله عز وجل لا حد لها لا يعقلها العاقلون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يمكن معرفة قدرة الله تعالى. لقد أعطى الله سيدنا محمدا هذه المعجزة الخارقة حيث خرق نواميس الكون وصعد إلى السماوات العلى سماء تلو سماء تلو سماء تلو سماء إلى أن وصل إلى السدرة المنتهى حيث لا يصل نبي مرسل ولا ملك مقرب. قدرة الله تبارك وتعالى وعظمة الله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تبارك علم الله وجلت قدرته سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. إن من الدروس والعبر أيها الأحبة ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. ضعف الإنسان أمام قوة الله وعظمته وقدرته جل وعلا. الانتقال من مكة إلى بيت المقدس كان أمرا خارقا للعادة، أما اليوم أصبح أمرا عاديا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكل يوم يزداد المرء علما، ولكن مع ازدياده في العلم يعلم أنه ضعيف أمام عظمة الله وعلم الله سبحانه وتعالى. فعلم العالمين والنبيين والملائكة والمقربين هم بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى كإبرة نزلت في بحر لجي. فتبارك علم الله وقدرته. إن من الدروس والعبر جرأة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصبره واحتماله على كل ما تعرض له من الأذى والابتلاءات والمحن وموت الأحباب والإخوان على ما فعلوه حتى كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم وآذوه في أهله وفي إخوانه، ومع ذلك كان يقوم ويجأر بالحق ويصدح بالحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله. فالداعية إلى الله تبارك وتعالى وكل مسلم لا يخشى في الله لومة لائم، ويقدم دينه بأسلوب حضاري راق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته صلى الله عليه وسلم. جرأته، فهو الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حينما تحتدم المعركة ويعلى غبارها كلنا يختبئ وراء رسول الله كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه الرحلة كانت إعدادا لمرحلة مقبلة، تسكية لقلبه وتخفيفا من همه ومن معاناته، وأن الله لا ينسى عباده المؤمنين، ولكنها مرحلة. وإن شاء الله تعالى إنما نراه اليوم من مخاض ودماء ما هي إلا مرحلة، فإن بعد العسر يسرا وإن بعد الكرب فرجا قريبا إن شاء الله رب العالمين. ولكن لا بد أيها الأحبة من همة المؤمنين وعودتنا إلى الله تبارك وتعالى، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ربط بين المقدسات، وأن الذي يفرط ببيت المقدس ومن حول بيت المقدس يفرط ببيت الله الحرام. وكذلك بناء الرجال. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءوا إليه وقالوا له إن صاحبك يقول أنه أسري به، قال: أسري به، لم يقل عرج إلى السماء، لأن عقولهم لن تدرك هذا الأمر، ولكن قال: أسري به من مكة إلى بيت المقدس. فهنا وقف سيدنا أبو بكر وقال: والله لو أخبرني بخبر السماء لصدقته. فلا يأتي مجرد الله يقال عن العالم أو الداعية أو المؤمن يقال عنه كلمة فإذا بالناس يتكلمون ويتقولون، بل المؤمن ينبغي أن يثبت وأن يتثبت، يثبت عند المحن
لذلك كان بعد ذلك ردة الكثير من الناس لما أخبرهم، ولكن أصحاب الهمم العالية ثبتوا وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل رحلة مع نبي، في كل سيرة للنبي المبارك، كنا نرى آثار معية الله عز وجل من آدم عليه السلام إلى سيدنا رسول الله، فكذلك مع المؤمنين نرى آثار معية الله عز وجل ظاهرة مع موسى عليه السلام، ومع إبراهيم عليه السلام، ومع إسماعيل عليه السلام، ومع يونس عليه السلام، ومع لوط عليه السلام، ومع نوح عليه السلام، ومع غيرهم، وهي ظاهرة لمن تمسك بالله عز وجل وكان على يقين وثقة بالله سبحانه. إن أيها الأحبة من الدروس المستفادة أنه صلى الله عليه وسلم رأى في البيت المعمور يطوف فوق بيت الله الحرام 70,000 ملك يطوفون في البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك. يقول قائل 70,000 ملك وهذه الأمة مهزومة؟ ولكن الله عز وجل أيها الأحبة إنما ينصر من عباده المتقين، ليس الكسالى والمتخاذلين والنائمين والذين ينتظرون الملائكة لتنزل إليهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله يحب الذين يقدمون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. فإذا المسألة لابد من أصحاب الهمم العالية حتى يغيروا الواقع. طبعا مكانة المسجد والمساجد، مكانة المساجد عامة ومسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى خاصة، فالمساجد أحب البقاع إلى الله، ومنها تنطلق منارة لا إله إلا الله، ومنها يخرج المؤمنون ليقيموا شرع الله وليحققوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة وإن المساجد وصل وارتقاء وإحسان إلى الخلق، وإن الانقطاع أيها الأحبة بعد عن الله وفساد في علاقة المسلم أو الإنسان مع الخلق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفهمنا وأن يعلمنا. اللهم يا ربنا بارك لنا في ما تبقى من رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تكشف الهم والغم والكرب العظيم عن المسلمين. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا واستر اللهم على عوراتنا. اللهم اشف مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك أسرانا وحرر بلادنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. أرنا يا ربنا في الظالمين يوما أسودا، أرنا يا ربنا في الظالمين يوما أسودا. اللهم قر أعيننا بموت الظالمين. اللهم غير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تعيننا يا ربنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. احفظ اللهم جوارحنا، احفظ اللهم قلوبنا، نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ودعاء متقبلا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. صل يا ربي على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم وأقيموا الصلاة.